إِنَّ بَنَاءُ الْمُبِينِ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ رَأَيْتُمْ مَا أَنْتُمْ لَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ فَجَاءَنِي أَخْسَرُ دِينِكِ رَجُلِي يَسْأَلُ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ يَهْتَدُونَ فَمَا لِيَ لَا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما أنزلنا على قومه